هلا ليبي لايت، ويلكمن تو ماي يوتيوب كانال. كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم الدرس حيكون عن داس بريتيريتوم، يعني الماضي البسيط باللغه الالمانيه. بهذا الدرس رح نتعرف على الماضي البسيط، كيف بنستعمله وايمتى. نحن اخذنا قبل الماضي التام يلي هو perfect، واليوم رح ناخذ الماضي البسيط يلي هو بريتيريتوم. طيب شو الفرق بيناتهم وأيمتى بنستعملهم؟ أول شي عنا البرفكت بنستعمله بايمشبرشن، يعني باللغة المحكية، يعني نحن بحياتنا اليومية بس بدنا نحكي بنستعمل هيدا الزمن الماضي. أما بريتيريتوم بنستعمله بايمشغايبن، يعني بالكتابة، حتى كمان بنستعمله يعني مثلا بالمجلات رح تلاقوه موجود، أو ممكن مثلا بالأخبار بالراديو، ممكن كمان بالمجلات أو الصحف. ولكن في استثناء لهيدا الشيء، نحن بس بدنا نحكي باللغة الألمانية عن الزمن الماضي بنستعمل الزمن perfect، ولكن بنستعمل كمان زمن البريتيريتوم كمان مع أفعال معينة، يعني لحتى نحكي بالحياة اليومية بنستعمل كمان الزمن الماضي البسيط، ولكن بنستعمل منه فقط هن الأفعال sein وهابن ومضال فيابن وكم فعل معين. ونحن بدرس اليوم رح نتعرف على فعل هابن وفعل زاين بالزمن الماضي يلي هو بريتيريتوم. أول شي رح نتذكر مع بعض كيف منصرف الفعل هابن والفعل زاين بالزمن الحاضر. أول شي عنا الفعل هابن. Ich habe. Du hast. Er, sie, es hat. Wir haben, ihr habt, sie haben. Und das Verb sein, وعندنا هون فعل sein بالزمن الحاضر. Ich bin, du bist, sie es ist. Wir sind, ihr seid, sie sind. Und hier sind die beiden Verben im Präteritum. Also in der Vergangenheit. يعني هلأ كمان رح نصرف sein und haben ولكن بالزمن الماضي البسيط. أول شي عنا فعل haben. أول شي عنا Ich hatte. Du hattest. Sie es hatte. Wir hatten. Ihr hattet. Sie hatten. Und hier das Verb sein. Ich war, du warst, sie es war, wir waren, ihr wart, sie waren. وهون في عنا ملاحظة كتير مهمة. بتصريف الأفعال باللغة الألمانية دائما عنا مع ich و sie es منصرفه نفس التصريف. يعني هون عنا مثلا عنا ich war sie es war، عنا نفس التصريف وهذا الشيء بينطبق مع كل الأفعال. يعني مثلا عنا هون ich hatte sie es hatte، نفس التصريف دائما ومع كل الأفعال. وعنا كمان مع via و sie دائما منصرف نفس التصريف مع كل الأفعال. يعني مثلا عنا via waren وعنا sie waren، أو مثلا عنا فعل تاني sie hatten، عندنا كمان via hatten. مثل ما ملاحظين دائما بنصرف بنفس التصريف. طيب وهلا رح اعطيكم مثال كتير مهم. اول شي عندنا ich bin sauer، هيدي عندنا الجمله بالحاضر، يعني انا غضبان. طيب فينا نقول نحن بالزمن الماضي انه انا كنت غضبان، فينا نقول ich bin sauer gewesen، وفينا نقول ich war sauer. طيب عندنا هون الاثنين بنفس المعنى انه انا كنت غضبان، ولكن شو الفرق بيناتهم؟ الفرق هو انه نحن باللغة المحكية دائما بنستعمل وبنقول ich war sauer. ليه؟ لانه اسهل، مثل ما ملاحظين انه اسهل بكتير للحكي، ودائما الالمان بيستعملوا يعني الزمن البسيط لحتى يحكوا مع فعل sein. وهون عندنا مع فعل haben مثلا ich habe Zeit، يعني أنا لدي وقت.
بالزمن الماضي فينا نقول ich habe Zeit gehabt، يعني أنا كان عندي وقت، وفينا نقول ich hatte Zeit. طيب عنا هون هيدول الجملتين بنفس المعنى، يعني أنا إنه كان عندي وقت، ولكن نحنا نفس الشيء باللغة المحكية، يعني بالحياة اليومية نحنا بنقول ich hatte Zeit، نستعمل الزمن الماضي البسيط، يعني ما بنقول ich habe Zeit gehabt، مثل ما بنلاحظين إنه كتير طويلة، فلا كرمال إنه هي أسهل لهذا السبب بنستعمل ich hatte Zeit. يا هن الاثنين صح، ولكن باللغة المحكية بنستعمل بنقول ich hatte Zeit مع فعل sein و haben. فهون عندنا الخلاصة إنه نحنا باللغة المحكية دائما بنستعمل الزمن الماضي التام يلي هو perfect، ولكن بنستعمل من الزمن بغتيغتهم طبعا أفعال معينة لحتى نحكي بإنه بالحياة اليومية بنستعمل فقط فعل sein و haben ومضارع verben وكم فعل معين رح ناخذهم قريبا إن شاء الله بفيديوهات تانية، ولكن نحنا اليوم رح نركز فقط على haben و sein. طيب ونحنا هلا رح نعمل تمرين مع بعض، أنا رح أعطيكم الجملة بالزمن الحاضر وإنتوا لازم تعطوني الجملة بالزمن الماضي البسيط يلي هو بغتيغتهم. جاهزين؟ رح نبدأ. طيب وأول جملة رح تكون معنا هي ich habe Zeit. هلا معكم 5 ثواني لحتى تجاوبوا كيف منقول هيدي الجملة بالزمن الماضي البسيط. صحيح منقول ich hatte Zeit. ich hatte Zeit. وهون عنا الجملة du hast Geld. حاولوا جاوبوا. صحيح du hattest Geld. du hattest Geld. wir haben einen Hund. wir hatten einen Hund. wir hatten einen Hund. sie ist im Kino. sie war im Kino. عنا هون فعل sein. wir sind zu Hause. الإجابة الصحيحة هي wir waren zu Hause. wir waren zu Hause. sie haben einen Termin. الإجابة الصحيحة هي sie hatten einen Termin. هون عنا فعل haben. طيب وهلأ أنتوا رح تعملوا اختبار صغير مع sein و haben لوحدكم. وهلأ صار وقت الجملة اللي انتو لازم تجاوبوا عليها بتعليقات درسنا لليوم، وجملة اليوم عنا كيف منقول أنا كنت مبارح بالبيت. يا كيف منقول هيدي الجملة باللغة الألمانية؟ اكتبولي بالتعليقات وأنا رح شوف كلكم شو عم تكتبوا. وبهيك بيكون خلص درسنا لليوم. طبعا درس اليوم كتير مهم، نحنا تعلمنا فيه عن الزمن الماضي البسيط، تعلمناه طبعا مع الأفعال المهمة يلي هن sein و haben، وبالدرس الجاي رح ناخد الزمن الماضي البسيط ولكن مع الأفعال المساعدة، رح يكون درس كتير مهم. فلهيدا السبب حاولوا إنكم تدرسوا هذا الدرس، تمرنوا عليه كتير منيح كرمال بالدرس الجاي تحسوه سهل، وطبعا كرمال تشاركوا معي بشكل أفضل. إذا عجبكم درس اليوم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد أنا بنزله، وبشوفكم بالدرس الجاي. تشاو.